ففي يوم 29 فبراير الماضي حدث رزة كبرى بأكادير خربت عمرانها وقضت على حياة الألوف من سكانها. وإننا لنترحم على جميع الضحايا سائلين الله أن يرزق ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. تبدو مدينة هادئة ورائعة بهوائها وجوها الدافئ وطيبوبة أهلها، لكنها تخفي من المفاجآت والأقدار ما لا يتمناه أحد. قصدنا قصبة أكادير فلة التي تعلو قمة جبل مطل على مدينة أكادير في منظر بانورامي رائع. دك زلزال 1960 ميلادية القصبة التي سكنها عدد كبير من المسلمين وبعض اليهود والمسيحيين. في يومنا الحالي جهود مشكورة تلك التي تبذلها الفرق الأركيولوجية وعدد من المهندسين المختصين لإعادة ترميم القصبة التي شيدها محمد الشيخ السعدي، وما زاد القصبة جمالا هو تأتيتها من جديد بمدافع كما كانت عليه في سابق عهدها. أما خارج أسوار القصبة فقد خصصت فيه أماكن للعب والركض والتسلية والترويح عن النفس، كهذا المكان الذي يرافق فيه ابني أثناء اللعب. لكن المفاجأة هي أن المكان نفسه أو بالقرب منه كان بالأمس مقبرة لموتى المسيحيين. كي نفهم ما معنى الزلزال وكيف يحدث، يجب أولا أن نعلم أن سطح الكرة الأرضية ما هو إلا عشرات الصفائح التكتونية، وكل صفيحة تتحرك ببطء وتتزحزح بفعل الحرارة الشديدة المتواجدة في عمق الأرض. هذه الحرارة تجعل الصخور المصهرة تصعد من باطن الأرض في اتجاه القشرة الأرضية لتتعرض هناك لتبريد بطيء يجعلها تعود من جديد إلى عمق الأرض. وهذه العملية تسمى عملية الحمل الحراري الذي يجعل تكتونية الصفائح دائمة الحركة، والمكان الذي تتحرك فيه صفيحتين في اتجاهين معاكسين يكون سببا لخروج الصخور المنصهرة إلى سطح الأرض على شكل بركان. هذه الحركة التكتونية تجعل كل القارات والسهول والجبال تتحرك من مكانها دون أن نشعر بذلك من سنة لأخرى ببضع سنتيمترات وفي بعض الأحيان بعشرات السنتيمترات. بما أننا فهمنا أن الصفائح تتحرك في اتجاهات مختلفة، وتبسيطا لهذا الأمر قدمنا لكم هذا الرسم التوضيحي الذي تظهر فيه صفيحة محيطية تدفع صفيحة قارية، الأمر الذي ينتج عنه ضغط هائل ينفك بشكل مفاجئ وتتحرك طاقته لتشكل قصورا وتصدعات تهتز فيه الأرض، وهذا هو الزلزال. سينما سلام، مبنى لاساطاس، مبنى العمالة أو الولاية في يومنا الحالي، مبنى الدرك الملكي وبناية أخرى كلها نجت بعجوبة من الزلزال الذي أتى على مدينة أكادير 1960 ميلادية. هذه البناية قائمة إلى يومنا الحالي ولا زالت تؤدي أدوارها الإدارية، وهناك منشآت أخرى طالها النسيان فأصبحت ملاذا آمنا للمشردين والمتسكعين. الدرجين المؤديين إلى الحي الراقي حينئذ والمسمى حي طلبرشة القديمة. على اليمين لما قبل الزلزال، وعلى اليسار لما بعد الزلزال.
الصورتين الظاهرتين أمامنا هما معا لنفس المكان لكن في غير زمان. في هذا المكان تظهر فيه بقايا منزل منهار بفعل الزلزال، وهنا نلاحظ قنوات الصرف الصحي التي تمر من أسفل المنزل. أما هذا الذي نراه فما هو إلا فناء المنزل، وهذا ما تبقى من بلاطه، وهذه بقايا لابنة آجور كانت في يوم من الأيام شاهدة على عظمة عمران هذا الحي. آلاف ضحايا زلزال 1960 ميلادية من المسلمين واليهود والمسيحيين دفنوا هنا في مقبرة يحشاش القديم. زيارة هذا المكان ومعاينة لعدد القبور يوحي لك بمدى هول الكارثة التي أصابت المدينة في مدة وجيزة، خلفت 15,000 قتيلا و 12,000 جريح، وترك ما لا يقل عن 35,000 شخص بلا مأوى. وبما أن مدينة أكادير معرضة لزلازل محتملة قادمة، فمن اللازم علينا توخي الحيطات والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة، لكن كيف ذلك؟ في الشهر الماضي ضربت مجموعة من الهزات الأرضية الخفيفة مدينة أكادير، كان أقواها تلك التي أيقظت الناس على الساعة 5:51 دقيقة صباحا يوم الاثنين 12 دجنبر من سنة 2022 بقوة 4.1 درجة على سلم ريشتر. أنتم الإخوان الناس خارجين في مدينة أكادير، أضرب الزلزال في الصباح، العائلة كل شيء خارجين، كل شيء خارج، كل شيء مخلوع. في الوقت الذي تظهر فيه مثل هذه الهزات الخفيفة فمن المحتمل أن تتبعها هزة قوية، لذلك يجب الانتباه وأخذ الحيطة، ووجب أولا إغلاق منافذ غاز البوتان وترك أبواب الغرف مفتوحة خصوصا في فترة الليل، إبعاد الأطفال عن النوم أسفل أجسام ثقيلة كالحقائب المعدنية أو الخزانات العالية خوفا من سقوطها على رؤوسهم. أما بعد الزلزال فيجب أولا أن تحمد الله على نجاتك من موت محقق، ثانيا الخروج إلى وسط الشارع بعيدا عن البناية المرتفعة، تفادي العودة إلى المنزل خوفا من كوارث الهزات الارتدادية، تفادي الانعزال عن الناس ومحاولة الالتزام بمرافقة الجيران والأصدقاء والأهل، تفاديا لعملة النهب والسطو على الممتلكات من طرف اللصوص وتجار المآسي، الابتعاد عن الشاطئ خوفا من خطر المد البحري كما نرى مثالا لذلك في هذا الفيديو الذي وثقته بهاتفي سنة 2014 على شاطئ أكادير. اليوم عرفت أكادير إعمارا ظاهرا بفضل المشاريع التنموية، حركة اقتصادية مهمة، ورواج سياحي، ومد عمراني. ورغم كل هذا فالمدينة وبتواجدها فوق خط زلزالي فإن غادرها غير مستبعد، ولنا أن نكون أمام قدر الله. لأجل ذلك نطلب من الله أن يدفع عنا البلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. آمين.